اجتماع صريح ومسؤول مع السيد رئيس الحكومة اليوم، واللي جميع الأطراف عبروا على الإكراهات ديالهم. اللي بغيت نقول أن اتحاد مقاولات المغرب كيطالب باش لي سانديكا يحترموا اللي وقعنا عليه في الالتزامات ديالهم اللي وقعنا عليهم في افريل 2022. احنا بالنسبه للاتحاد العام مقاولات المغرب واعيين بالوضعيه ديال العمال، واعيين بان التضخم اللي وقع مس بالقوه الشرائيه ديالهم، ولكن حتى الشركات عنده مشاكل لان التضخم مسهم في شراء ديال المواد الاوليه. ولكن هادشي كله ما يمنعش ان حنايا كنشوفوا بان خصنا نخدموا جميع باش نلقاو شي حلول اللي هما حلول مناسبه للجميع. باش نقول لكم ان نذكر ان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قام بزياده في الاجور تقريبا في هاد 4 سنوات الاخيره ب 20%، وان هاد السميك في المغرب هو اكبر سميك في افريقيا. كنتمناو ان شاء الله باش نخرجوا من هذا الحوار هذا بحفاظ مناصب الشغل كذلك، والحفاظ ونخلقوا مناصب الشغل في المستقبل، ونكونوا كنا مسؤولين وكنشوفوا المصلحه العامه هي الاولى. شكرا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.